موضوع جديد مشاهدينا. قاهرة الصحارى العربية وملكها عرف عالميا لتحديه أقصى الصعاب من حر ورمال وهضاب إلى عطش وإرهاق، كل هذا وأكثر تحداه إيطاليا عاشق الصحراء وهوى سحرها. إنه الإيطالي ماكس كالديران أخذت رمال الصحراء العربية فعبر أو أخذته رمال الصحراء العربية فعبر هضابها تعبيرا عن إيمانه بالارتباط الوثيق بين العالم العربي والغربي. ماكس صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. السلام عليكم to everybody. أهلا وسهلا. Thank you. طبعا راح يكون مترجم بيننا وبين السيد ماكس. ربما هذه الرياضة تشكل صعوبة، فيها تحدي وقوة ومغامرة، ولكن لماذا تعرض نفسك لكل هذه المخاطرة وأين تكمن المتعة؟ نعم، أنا آتي من إيطاليا مباشرة هنا إلى دبي، ويسعدني أن تدعوني إلى هذا البرنامج، وأنا أعد الآن لتحدي كبير في الصحاري العربية، وأروج لرسالة كبيرة وصلة وثيقة بين الثقافتين، الثقافة العربية وليس متناقضة كما نشاهد عبر الإعلام، بل نحن نعيش أوضاع متشابهة وصلة وثيقة بيننا وبينكم، وأنا أعتقد أن هذه رسالة قوية أحاول أن أبثها عبر الصحراء العربية، هذا هو السبب لوجودي هنا. وأيضا كما تعلمون من العالم الغربي، نحن نتطلع إلى العالم العربي من أجل أمور طيبة وأشياء جميلة تجمعنا، كما نحن هنا في دبي نشاهد أعلى الأبراج وأعلى وأجمل المناظر، لكن نحن نتحدث أيضا هنا عن الثقافة، الثقافة التي تجمع بيننا وإمكانية الجمع في هذه الثقافات عبر الصحراء التي تجمع الجميع. ماكس، نحن عم نشوف بعض الصور لك طبعا خلال قهرك للصحراء، يبدو أنه مش بس الثقافة العربية والرمال والصحارى العربية جذبتك، وإنما أيضا الديانة الإسلامية الغالبة هنا في الوطن العربي. أنت اعتنقت الإسلام، لماذا؟ أنا أقول لكم بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو السبب الذي دعاني للإيمان بالإسلام، وهو رمز لهذه الديانة التي أصبحت أؤمن بها. شيء واحد يجمعنا ويبعدنا عن صنع الحرب أو العداء، فهذه الأمور ليست مرتبطة بالإسلام بل هي تابعة للسياسيين، فالأمر ليس عائد للناس العاديين، فهم يعرفون أن لكم دينكم ولي دين، هذا هو المبدأ، فلكل آرائه وأفكاره ومعتقداته، وبالتالي إذا تعاملنا معها باحترام فلن يوجد هناك أي خلافات في العالم، هذا هو المبدأ، وأعتقد أن هذا هو الأمر الأول الذي علينا أن نفعله عندما نلتقي بأشخاص يختلفون عننا. طبعا نحترم شخصيتك بغض النظر عن دينك، لنبين أنه عندك فعلا عقلية متفتحة جدا، ونبارك لك هذه العقلية. بالنسبة للصعوبات التي ممكن أن تواجهها في هذه الرياضة، ما هي ربما أصعب المواقف التي مرت بها؟ الصعاب، ما هي أسوأ الصعاب التي مررت بها؟ نعم بالتأكيد، إن أصعب المسائل لم تكن فنية، فأنا دائماً وأجهز للعبور 200 كيلومتر دون توقف دون نوم، وبالتالي أعتمد على نفسي والإعداد الفني يكون كامل، لكن الصعاب الأساسية هي أصعاب فكرية، فإذا كان العقل يقول لي أن علي أن أقف
وربما يراودني عقلي ويقول أنني سأموت في هذه اللحظة، عندها قد أواجه صعب. لابد أن يكون هنا قوة دافعة قوية داخل الشخص كي يتمكن من إنجاز مثل هذه الأمور الضخمة، وهذا أفضل من أن نجلس ونفكر باللحظات هذه الصعبة. فأكبر المصاعب تأتي من حياتنا العادية ومن الظروف. إذا كنت فعلا أستطيع البقاء بالصحراء مع الإعداد الجيد ولا أستطيع أن أتأقلم مع الحياة العادية، فالأمر ليس هو أن الخطر في الصحراء، بل الخطر ربما يأتي من شخص يجلس في المكتب المجاور لمكتبي في مكان العمل. أعتقد أن علينا أن نفكر بأن نعيش حياة صحيحة سليمة، وعندما نعيش هذه الحياة نستطيع أن نتجاوز كل المصاعب في الحياة. واضح أنه عندك فلسفة كثير كبيرة ماكس. إشارة فقط إلى أنه كتاب لماكس اسمه لا فورزا دينترو، القوة من الداخل. Exactly. أنا بدي هو يقولها لا فورزا دينترو، القوة من الداخل، رح ينزل قريبا باللغة الإيطالية، من ثم يترجم إلى عدد كبير من اللغات العربية الفرنسية والإنجليزية. ماكس، كلمة أخيرة من حضرتك، عندك بديسمبر المقبل ب 2010 رح تمشي الربع الخالي، باختصار لو سمحت كلمة صغيرة من حضرتك. نعم، هناك كثير من الدراسات الجامعية كانت تتحدث عن مسألة عبور الربع الخالي، فستكون معجزة إن تمكنت فعلا من قطع الربع الخالي سيرا على الأقدام، وآمل أن أتمكن من فعل ذلك، لأنني بهذا سأوصل رسالة قوية تبعث بالأمل لجميع الأفراد في هذا العالم. فعندما نعتقد في بعض الأحيان أننا لا نستطيع أن نفعل شيء لنغير العالم أو نغير حياتنا، فربما عندما يتمكن شخص من فعل شيء عظيم ومعجزة كبيرة، أعتقد أن هذه طبعا برعاية الله يجب أن يكون، أعتقد عندها ستصبح مشاكل ومصاعب حياتنا مسائل بسيطة جدا إن تجاوزنا هذه المصاعب وقارناها بالمصاعب الكبيرة التي تحدث في العالم مثل الأمراض والمآسي. نحن أيضا بمساعدة دائرة الصحة في إيطاليا نقوم بدراسات جينية على لحماية جسم الإنسان من جميع الأمراض الوراثية، وبالتالي ستحسن من صحة الفرد، وبالتالي نأمل أن هي. شكرا لك ماكس كالديرون. شكرا لك سيد ماكس. وسهلا فيك. كل التوفيق. رح نبقى بأجواء الرياضة. امبارح كان في مباراة